بص بقى ادربي بقى يعني كده كتير قوي. انا ماليش عيش معاكوا هنا. لما اخرج من الفيلا دي وانا بعقلي احسن ما اخرج وانا مجنون. اهو كل مره بيقول كده. انا مش عايز اسمع صوت. اول عقاب ليهم يا خليل مفيش عشاء. الحمد لله اتعشينا من بدري. انا اقصد من بكره مفيش عشاء من بكره. الحمد لله نعمه. شوف يا اخويا البراءه. ومفيش نادي اخر الاسبوع مذاكره وبس. من جد وجد ومن زرع حصد. تلات اطفال وابوهم الاستاذ بدر رجل الاعمال. التلات اطفال دول هم ولدين وبنت عايشين حياه مرفهه جدا. عايشين مش حاسين باي حاجه. كل حاجه بيطلبوها موجوده واكتر. وده كان السبب الرئيسي اللي خلى حياتهم كلها عباره عن مقالب في مقالب. هزار في اي وقت ولاي سبب. مفيش تحمل لاي مسؤوليه. واوقات كتير كان الهزار ده بيقلب بمشكله. لكن هم بيضحكوا. لحد ما في يوم جه خبر لبدر ان الشركه بتاعته فلست وخسرت كل فلوسها. وكمان بيحصل حجز على الفيلا. بتقول ايه؟ الشركه بتاعتنا خسرت والضرايب حجزت على كل حاجه حتى الفيلا. علشان كده الاطفال الثلاثه بيروحوا يقعدوا عند جدهم في الكفر في الصعيد. حياه غير الحياه. حياه اصعب بكتير. لازم يعتمدوا على نفسهم. مفيش هزار مفيش دلع مفيش مقالب. تعرفوا ان انا اول مره افهم معنى كلمه فلسنا؟ يعني بقينا على الحديده في البطاطس. بطاطس؟ كويس انك عرفتي معناها. ممكن بقى تسكتي دلوقتي؟ طب احنا جعانين. بصوا 10 دقايق كده ها وهحضر لكم العدس. ايه العدس ده؟ وبالفعل الحياه الصعبه خلتهم يتعلموا اهم درس في الحياه، اننا مش هينفع نعيش حياتنا على حساب حد تاني. لازم اجتهد واشتغل وابقى محل ثقه ومسؤوليه. رغم صغر سننا الا اننا عملنا مشاريع علمتنا دروس كبيره جدا. هو ليه كل واحد بيفكر في نفسه بس؟ ليه كلنا ما نفكرش في بعض؟ المشاريع والافكار مفيش اسهل منها، بس المهم انها تتنفذ. وبنكتشف في نهايه المسلسل ان كل اللي حصل لبدر ما كانش حقيقي، وده كان مجرد اسلوب استعمله بدر علشان يقدر يعلم ولاده درس عمرهم ما هينسوه. ساعات الظروف تصنع جيل يكون فاهم وواعي لكل المواقف الصعبه اللي ممكن تحصل. عشان كده عايز اقول لكم على مفاجاه. اتفضل يا بابا. فلوسنا زي ما هي وفيلتنا كمان زي ما هي. مسلسل احوال. ورجعنا لكم تاني اعزائي.